السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض كورس الإكسل. النهاردة إن شاء الله الدرس رقم 17. النهاردة في الدرس بتاعنا يا جماعة هناخد أداة مهمة جدا ولطيفة جدا جدا في برنامج الإكسل، هي أداة الكونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج معناها التنسيق الشرطي. يعني إيه تنسيق شرطي؟ تنسيق شرطي يعني أنا هنسق خلايا معينة فيها بيانات معينة بشكل مختلف عن بقية الشيت، بحيث ان انا لما اجي ابص على الشيت بتاعي ابقى عارف ان البيانات دي بتبقى ظهرالي، يعني بتبقى باينة. زي بالظبط نظام ان ما نكون مثلا بنكتب في كتاب عادي خالص كده وبعمل هايلايت، تمام؟ طيب دي احنا هنعملها ازاي في برنامج الاكسل؟ هديك مثال دلوقتي. انا دلوقتي عندي شيت في نتائج الكورس او نتائج مجموعة من الطلبة، في اسماء الطلبة، في المواد اللي درسوها بالدرجات بتاعتهم، في النسبة المئوية، في الريزلت بتاعت الطالب دوت، هل هو باس ولا هو فيل، يعني راسب ولا ناجح. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اشوف الناس اللي نسبتهم او الطلبة اللي نسبة النجاح بتاعتهم اقل من 50%. طيب انا يعني لو دخلت كده في الشيت، لو بصيت معايا كده على الشيت هتلاقي انت يعني مرهق جدا علشان خاطر تحدد مين اللي جايب نسبة مئوية اقل من 50%. لكن انت ممكن بمنتهى البساطة تعمل مثلا ايه، تلون الخلية دي باللون مثلا الاصفر فتبقى باينة، باللون الاحمر، باي لون انت عايزه. طيب هنعملها ازاي؟ اعمل سيلكت كده على الخلايا الخاصة بالنسبة المئوية دي، وهتطلع فوق هتلاقي في حاجة اسمها الكونديشنال فورماتنج. والكونديشنال فورماتنج دي هي موجودة في التاب الخاص بهوم. لو فتحت السهم الخاص بالكونديشنال فورماتنج هتلاقي في تحت خالص كده في امر اسمه مانج رولز. مانج رولز دي من اهم اوامر الكونديشنال فورماتنج اللي موجودة عندك. اضغط عليها هيظهر لك البوكس ده. طيب تعالى نركز فيه كده، هتلاقيه بيقول لك شو فورماتنج رولز فور. انت اعرض لي الفورماتنج اللي انا هديها لك دي، التنسيقات اللي انا هديها لك دي اعرضها لي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للشيت كله، ولا بالنسبه للشيت 3 مثلا، ولا شيت 4، ولا بالنسبه للكرنت سيليكشن. كرنت سيليكشن دي معناها المكان اللي انا عامل له سيليكشن. طبعا انا هنا عامل سيليكشن على ايه؟ او انا محدد ايه؟ محدد العمود الخاص بالنسبة المئوية. ليه؟ لان انا عايز اعرف مين الناس اللي جايبة اقل من 50%. فخلاص انا حددت العمود، مش هحدد الداتا كلها. فهقول له هنا ايه اول حاجة هختارها؟ الكرنت سيليكشن. هتيجي تحت كده هتختار النيو رول، انت هتحط له شرط جديد غير الشكل التنسيقي بتاعه الاساسي في الجدول، وهتختار التنسيق التاني اللي هو format only cell that contain. يعني انت بس هتعمل تنسيق للخلايا اللي موجودة في المحتوى اللي انت عملت له selection ده بس. مفهوم كده؟ طيب انزل تحت هيقولك ايه، format only cell with. انت هتعمل format للخلايا فقط بالنسبة لايه؟ انا هنا الرينج بتاعي اللي انا اخترته ده هو عبارة عن ارقام او value، فهختار السيل value. طيب لو كان تكست كنت هختار التكست، لو كان ديت تاريخ كنت هختار التاريخ، تمام؟ فانا هنا هختار ايه؟ value بتاعتي سيل value. طيب انا عايز اختار الخلايا اللي القيم بتاعتها ايه؟ انا قلت هختار الخلايا اللي القيم بتاعتها اقل من 50%. فهنا كده هتلاقي between not between equal to وهكذا. فانت طبعا الاختيار المناسب ليك هنا هو less than، فهتحدد less than وهتيجي هنا هتكتب له 50%. طيب جاي هنا بيقولك بريفيو، هو دوت الشكل التنسيقي اللي هيظهر لك، وجنبيها فورمات. هتدخل على الفورمات دي بحيث ان انت تبتدي تختار ايه الشكل اللي انت عايز تظهر عليه الخلايا
اللي اقل من 50%. الفونت هنختار مثلا ان لون الخط يكون احمر، والفيل اللي هي الخليه نفسها يكون لونها او قال لي اصفر، واقول له اوكي. بص هنا في البريفيو باين لك شكل الخلايا هيبقى ايه بالنسبه للطلبه الحاصلين على اقل من 50%. لو قلت له اوكي تمام، تعالى هنا كده اقول له اوكي. بص عمل لك هايلايت كده لونه اصفر، وغير لك لون الخط للون الاحمر بالنسبة لكل الطلبة اللي حاصلين على نسبة اقل من 50%. طيب ولنفرض مثلا ان انا عايز اعمل اكتر من شرط لاكتر من عمود، اكتر من كولوم عندي، انا عايز اعمل اكتر من شرط. يعني باختصار انا عايز اقول ان الطالب اللي اقل من 45% ده، اللي اقل من 50% ده فيل، فانا عايز اعمل راسب يعني، فانا عايز اعمل هايلايت على الاقل من 50% في عمود النسبه المئويه، واعمل في عمود الريزلت اللي هو في عمود النتيجه برضو عايز اعمل هايلايت بلون مختلف تاني على الطالب اللي هو ايه باس سوري اللي هو فيل. طيب اللي هو راسب نعملها ازاي دي؟ نعمل سيلكت كده على الرينج اللي انا عايزاه، ونروح برضو على الكونديشنال فورماتنج، نفتحها ونروح على ايه اخر امر اللي هو المانج رولز، هنفتحها معانا هنا. طيب هتلاقي في عندك التنسيق الاولاني موجود. طب انت عايز مثلا اللون بعد ما عملته مش عاجبك فعايز تغير اللون، هتروح تقول له edit، هتعلم عليه وتقول له ايه edit rule، هيفتحها لك تاني كده. تعال نغير الفورمات بتاعتنا، ممكن بقى تغير القيمة، ممكن تعمل فورمات تاني. فهنا نعمل فورمات مثلا ونخليها باللون الاورنج ده، واقول له اوكي واقول له اوكي. طيب انا هنا خلصت؟ لا، ده انا عايز اعمل شرط جديد لتنسيق جديد على الخلايا اللي موجودة في الريزلت، اللي موجودة في النتائج، بحيث ان انا الطالب الفيل اللي هو الراسب تكون الخلية بتاعته مثلا متلونة باللون الأحمر. طيب هعملها ازاي؟ هتيجي هنا وانت واقف كده في البوكس ده، وهتختار نيو رول، هيطلع لك نفس البوكس تاني، هتختار فورمات اونلي سيل ذات كونتين. طيب انا في الحالة دي عايز الطالب اللي مكتوب عنده راسب او مكتوب عنده فيل هي اللي تتلون باللون الأحمر، فهل هنا هختار السيل فاليو؟ لا، انا هنا هختار ايه specific text، انا هنا هختار text. هتختار text، هيقول لك طيب التكست دوت بيحتوي على ايه، containing ايه، هقول له هنا هكتب له كلمة فيل او راسب او اي كلمة بقى في الشيت بتاعك انت عايز تعمل لها formatting. فيل، طيب وهتروح تعمل له الفورماتنج بتاعته، هتروح للفونت مثلا هنخليه بولد، هنخلي الكالر بتاعه اسود بلاك، وهروح للفيل وهقول له هنخلي لونه ايه احمر، واقول له اوكي. بص هيبقى هو دوت الشكل بتاعك، واقول له اوكي. خلاص هنا ظهر لك الشرطين بتوعك، قال لك هنا ان الخليه اللي بتحتوي على كلمه فيل هيبقى دوت التنسيق بتاعها، cell value contain fail ده التنسيق بتاعها، والcell value اللي اقل من 50% هيكون دوت التنسيق بتاعها. زي ما اتفقنا لو انت عايز تغير في اي حاجه هتعمل select عليها كده او هتشاور عليها كده وتروح ايه تعمل edit ليها. لو انت عايز تلغيها خالص ورجعت في كلامك خلاص انا هكتفي بشرط واحد او مش عايزها، هتقف عليها وتعمل له ديليت. لو انت عايز تضيف رول تانية، يعني انا مثلا هنا تعالى مثلا ونخلي الطالب مثلا اللي هو باس او اللي هو ناجح نخلي مثلا لونه اخضر، الخلية بتاعته تظهر باللون الاخضر، فهنا هعمل ايه؟ هضيف رول تانية واختار برضو فورمات اونلي سيل، وهنا برضو هنا هختار تكست عشان انا هكتب كلمة ايه باس او ناجح.
وقلنا هنخليها باللون الجرين. ماشي، الفونت هخليه بولد برضو، وهخليها باللون الايه الجرين كده، واقول له اوكي. اوكي خلاص، انا كده عندي الدنيا تمام. خلاص يبقى كده الايه الخلايا اللي فيها كلمه باس او ناجح هتبقى باللون الاخضر، الخلايا اللي فيها كلمه فيل او راسب هتبقى باللون الاحمر، الخلايا اللي فيها النسبه المئويه اقل من 50% هتبقى باللون الاورنج دوت. اقول له ابلاي واقول له اوكي. تعالى بص هنا كده، ظهر لك الخلايا بتاعتك بنفس التنسيقات اللي انت اشترطت عليه انها تظهر بيها. طيب نفترض مثلا ان انت خلاص انت مش عايز تعمل التنسيقات دي وعايز تلغيها، هتيجي تعمل سيلكت كده عليها وتروح تقول له من الكونديشنال فورماتنج، وهتلاقي فيه هنا امر اسمه ايه كلير رولز. كلير رولز هتختار اول واحده اللي هي ايه كلير رولز فروم سيلكتد سيلز اهو. طب تعالى هنا نعمل اندو. لو انت ما عملتش سيلكت عليها، الشيت كبير قوي مثلا وانا مش عامل سيلكت وعايز الغي الكونديشنال فورماتنج دي، هتعمل ايه؟ هتفتح برضو الكونديشنال فورماتنج وهتروح على الكلير رولز وهتختار الاختيار التاني اللي هو ايه كلير رولز فروم انر شيت. دوس عليها، بص شالتها لك خالص. طيب تعالى نطبق نفس المثال على شيت تاني بحيث ان الدنيا عندك تبقى اوضح. طيب تعالى هنا نشوف المثال اللي موجود قدامنا دوت. ده عبارة عن شيت فيه اسماء الموظفين وفيه ايام الغياب بتاعتهم، وفي عندي الناس اللي معمول لها خصم والناس اللي مش معمول لها خصم. ولنفترض مثلا ان انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل مكافأة للناس اللي ما غابتش ولا يوم خلال الشهر ده، فمحتاج ان انا اظهرهم ما عادش ادور عليهم في الشيت كده، فهروح على الكولوم الخاص بايام الغياب واعمل عليه سيلكت كده، واروح على الكونديشنال فورماتنج واقول له المانج رولز، واقول له بص بقى الخلايا اللي موجوده عندك اللي انا مختارها دي، وادي له نيو رول واقول له القيمه اللي موجوده فيها بتساوي زيرو، يعني اللي ايام غيابهم بتساوي زيرو، هتظهرها لي باللون الاخضر وهتخلي لي الفونت بتاعها مثلا ايه مايل كده. اوكي اوكي اقول له تمام اوكي. بص هنا ظهر لك بالفعل الموظفين اللي ما عندهمش ايام غياب خالص. طيب تعالوا مع بعض بقى نرجع للمثال الاولاني خالص، ونبتدي ان احنا نشوف الكونديشنال فورماتنج بتظهر عندك باشكال مختلفه ازاي. نعمل سيلكت كده وتعالى نشوف معايا الكونديشنال فورماتنج الاوامر بتاعتها ماشيه ازاي. هنا اول حاجه بيقول لك مثلا لو انت عايز الخليه تكون جريتر زين ليس زين بتوين، كل الاوامر اللي احنا خدناها قبل كده بننفذها بالامر اللي احنا خدناه افضل من الطرق دي. في عندك هنا زي كده تنسيقات جاهزه، مجرد بس ما بتضغط عليها هي بتظهر لك في الشيت بتاعك بالشكل ده، بيعمل لك تقييم للقيم اللي موجودة في الخلايا بشروط معينة. كل اللي بيحصل ان هو بس بيغير لك الالوان زي ما انت شايف كده، القيمة الاقل بيبقى طول العمود بتاعها اقل، الاعلى بيبقى القيمة بتاعتها اعلى. ده برضو شكل تاني للتنسيق بيعتمد على قوة اللون، يعني لما بتكون الـ مثلا اعلى قيمة بتكون باللون الاخضر، لما اللون بيخف شوية في بتبتدي القيمة تقل وهكذا. طب لو انت عايز اشكال تانية للتنسيقات بتاعتك او للحاجات الفورماتنج بتاعتك، في عندك الاشكال دي بتختار منها بقى ايه الشكل المناسب ليك. مثلا يعني هنا مثلا لو خدنا ده، بص هو بيظهر لك اهو بشكل افتراضي من عنده، بيحدد القيم على اساس شكل افتراضي من عنده. طيب انت عايز تشيلها زي ما اتفقنا من الكونديشنال فورماتنج، وبتختار الكلير رولز وبتختار الاختيار التاني ده كده، خلاص بيعمل لك كلير للفورماتنج بتاعتك. اتمنى ان يكون درس النهارده عجبكم، اتمنى ان الناس اللي لسه اول مره تشوفنا ان هي لو حابه تكمل معانا الكورس او تتابعه من البدايه تقدر عن طريق انها تشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر سبسكرايب او اشتراك اللي موجود اسفل الفيديو،
وانها تفعل الجرس للكل بحيث يوصل لها اي اشعار باي فيديو جديد احنا بنقدمه. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله، اتمنى لكم كل التوفيق.